لكن لربما السؤال هو سيد عبد الستار عن يعني ردع الولايات المتحدة وبريطانيا والهجوم الذي تم شنه على مقرات أو قواعد للحوثي وفي ظل رفض إقليمي واضح لهذه الاستهدافات، ألا يضفي لربما صفة البطولة على الميليشيا وهذا ما تهدف إليه، لربما يضفي إليها طابع الشرعية في حمل القضية اليمنية، في ظل الحديث أيضا عن أن هناك تسريبات أو أحاديث مسبقة من الجانب الأمريكي والبريطاني عن الأهداف التي سيتم استهدافها في الحديدة؟ في الحقيقة أن يسبق عليها صفة الشرعية أبدا، هذه الضربات تنزع من الميليشيات الحوثية صفة ضمنية كانت الأمم المتحدة والأمريكان ذاتهم أعطوها للميليشيات بالتفاوض معها ومعادلة أنقعلها والشرعية في مصاف واحد. الآن هذه الضربات تجسد أن المجتمع الدولي وأن تحالف الازدهار وأن معظم دول العالم يتعاملوا مع هذه الجماعة كجماعة متمردة مارقة إرهابية، بل وإن قد تكون هذه الضربات ستقود إلى تصنيفها ربما إذا هناك جدية أمريكية تصنيفها كجماعة إرهابية، فهي تسحب عنها بساط الشرعية الذي أخذته من هذا المجتمع الذي دللها، المجتمع الدولي تحديدا. أما ما فرع السؤال الثاني في جزء من سؤالك كما فهمت أنه يعطيها شعبية أو قبول شعبي في اليمن أو خارج اليمن، صحيح بعض العاطفة الشعبوية العربية التي لا تفرق بين ما تقوم به الجماعة كأداة وظيفية لإيران ومشروع إيران هو أخطر أو أخطر من الخطر الإسرائيلي بكثير جدا، وترى أن أي شيء يقال كأنه نصر لغزة، ولا تفهم أن ما تقوم به الجماعة الحوثية لا يضر إسرائيل لا من قريب أو من بعيد، بل أنه ربما أكسب إسرائيل فائدة. هذه الفائدة أن قبل هذه الضربات، قبل هذه الفوضى، كان العالم كله بأسره متجه إلى غزة وإلى جرائم إسرائيل في غزة، فلما فتح الحوثي وإيران هذه الجبهة انصرف العالم إلى البحر الأحمر والناس خافوا على مصالحهم. نعم. فهو خدم إسرائيل وإيران من حيث شعر أم لم يشعر، تعمدا أو غباء. لكن هناك بالفعل بعض الشعبويين وبعض العاطفيين من في العالم العربي وغيره يرى أن هذا الفعل ربما فعل بطولي، لكن هذا الشعور يندثر بتقادم الأيام.